شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة هنا على أرضية هذا الميدان، وانطلاقة ثامن أشواطنا الخاص هنا بانطلاقة اللقاية البكار وهجن أصحاب السمو الشوخ في هذه الأمسية التراثية المتميزة في هذا المهرجان المميز. نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة وهملولة من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول هنا من هجن الرئاسة بمتابعة علي بن يمي اللهيبي في التضمير، بينما المركز الثاني والمتسللة نوايد هنا من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في التضمير. المركز الثالث سيوف بن هجن انتاج ام زبار سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي، وصلت الظبي على المركز الرابع من هجن الظبي هنا التابعة لسمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد ال نيان بمتابعة سلطان بن غدير بن سودان النعيمي في التضمير، بينما المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من الجانب الآخر، الانطلاق من نشايب هجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل في التضمير، بينما الوصول في هذه اللحظات والانطلاقات والتحديات هنا ثمينة من هجن إنتاج أم زبار تأتينا على المركز السابع بمتابعة سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي والشاهينية المنطلقة على ثامن المراكز من هجن زعبيل بمتابعة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بهذا الانطلاق تاسع المراكز الشاهينية. هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والشاهينية، هجن الرئاسة مع حارب بن مغير العميمي، هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى سيوف من هجن إنتاج أم زبار هنا في الانطلاق والتحدي مع سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي من يتابعها، بينما الوصول على المركز الثاني وصلت هنا الظبي، الظبي من هجن الظبي منطلقة بتحدياتها وإثاراتها. المركز الثالث تأتينا هنا نشايب من هجن الشحانية بانطلاق جار الله بن محمد بن عقيل في التضمير، وعلى المركز الرابع هملولة على المركز الرابع بانطلاقة هجن الرئاسة ومتابعة الظافر علي بن ميل لوهيبي، بينما المركز الخامس الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من قدم مستوى رائع في الشوط الأول الرئيسي، يأتينا هنا أيضا بهذا الشوط بالشاهينية هنا بالانطلاق والأداء. المركز السادس الشاهينية هنا هجن زعبيل ومتابعة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من أتى بنقطتين متميزتين لهذا الشعار وحضور مالكي هنا سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شكرا بو سعيد على المتابعة. المركز الثامن أو المركز السابع المنطلقة ثمينة هجن إنتاج أم الزبار سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي في التضمير، هنا من تأتينا للانطلاقة وبهذا الأداء المميز الجميل، هنا الوصول من نوايد هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في التضمير، هنا من تنطلق هذه الانطلاقة الشاهينية قادمة من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير، هنا من تأتينا هذا الانطلاق والأداء المميز. الله الله هناك الشاهينية هجن الرئاسة في الانطلاق والأداء المميز هنا مع حارب بن مغير العميمي، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. هناك من انطلقت نوايد على الصدارة، نوايد على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. نوايد المنطلقة من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في التضمير، الظبي تأتينا على المركز الثاني من هجن الظبي بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل. الشاهينية هدم هنا من هجن زعبيل، هنا تأتي بهذه الانطلاقة، هنا بدأت تتسلل بهذه اللحظات بهذا الانطلاق والأداء الجميل. الله بدأت
للتحديات. بدأت الأسماء، بدأت الأسماء قادمة هنا في هذه اللحظات من الجانب الآخر. هملولة هجن الرئاسة هنا بانطلاقاتها وتحدياتها مع الكيلومتر الأخير. هنا من تابعناه في الانطلاق والأداء الجميل هنا والتحديات المتميزة، نعود هنا مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول بعد الكيلومتر الأخير الذي نتابع بهذا الانطلاق والأداء. نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا نوايد هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل هي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا الشاهينية قادمة، الشاهينية قادمة بهذا الانطلاق والأداء هنا من هجن زعبيل بمتابعة راشد بن محمد بن مروشد والشاهينية. الشاهينية من الجانب الآخر، الشاهينية هي المنطلقة هنا من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هنا ثلاثية ثلاثية، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بالانطلاق. هنا نشايب على الصدارة، نشايب على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز المميز الجميل. لنشايب تهانينا لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز المميز. لنشايب المركز الثاني، الشاهينية من هجن الرئاسة المركز الثالث، وصلت هنا الشاهينية من هجن زعبيل المركز الرابع، هملولة من هجن الرئاسة المركز الخامس. أتتنا مشاهدينا الكرام هنا الشاهينية من هجن الرئاسة، هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى منطلقة في مجريات هذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا وانطلاقة نشايب بالفوز وبالناموس هنا من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. 7:28 أربعة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني أتتنا الشاهينية من هجن الرئاسة بمتابعة المضمر هنا ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 7:30 ثمانية من اجزاء من الثانية، ثالث مراكز الشاهينية هنا من هجن زعبيل مع المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد ب 7:31 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.